السلام عليكم طلابنا الأعزاء بالمرحلة الأولى قسم الهندسة الميكانيكية بمحاضرة جديدة بمادة برمجة الحاسوب. بهذه المحاضرة راح نتناول تطبيقات على موضوع اللوبس، الحلقات التكرارية، حتى نتدرب أكثر على هذا المفهوم تمهيدا حتى ناخذ بالمحاضرات المقبله يعني تطبيقات اخرى بالمجال، مثلا الطرق العدديه، مجال المتواليات الى اخره. فاليوم ناخذ تطبيقات على الشيء اللي اخذناه بالحلقات الماضيه او بالدروس الماضيه. فبالنسبه للحلقات قلنا نوعين، عندنا الحلقات التكراريه، عندنا عن طريق فور لوب، هي الصيغة مالتها يعني إذا سوف مراجعة بسيطة، يعني إذا نكتب هنا كلير CLC ونبدي الفور، قلنا شلون تشتغل، راح نقول فور ونخلي هنا مصفوفة بهاي المنطقة، أي نوع من المصفوفات، يعني إذا قلت مثلا مصفوفة من نوع الأعداد يعني خلينا نقول النظامية، اكس يساوي لي من 1 إلى مثلا 10، وانا نخلي مثلا مجرد ديسبلاي اكس، وراح نقول له انت، وهذا ببساطه راح يطبع الاعداد من 1 الى 10، راح يطبعها رقم رقم رقم، راح تطلع بشكل عمود. هسه من اجي انفذ البرنامج ويطلب عندي تسميه له، اخليه على الديسكتوب، سمي مثلا entitled، اقول له ما يخاف الغي البرنامج القديم، change folder، راح تطلع عندي هاي الارقام اللي هي من 1 الى 10 عن طريق loop. اوكي، طبعا هذا شنو تمييزا الا عن الفكتورايزيشن. الفكتورايزيشن يعني هسه اقدر اولد مصفوفه اخرى بعد هاي المصفوفه، يعني اقدر اقول له display، او راسا اقول له مثلا y يساوي لي من 1 الى 10. اوكي، هسه راح يظهرها اظهار مباشر يعني طباعه تلقائيه، بس راح تكون بشكل سطر افقي، فيصير عندي هسه مصفوفتين. يعني هسه من اجي انفذ، طبعا هنا لانه ما كفى المجال، خلينا نقللها مثلا نقول من 1 الى 5 حتى تكفي المجال، وهنا ايضا من 1 الى 5. هسه من اجي انفذ البرنامج فنشوف انه طبعت مصفوفتين، اول مصفوفه انطبعت اللي هي من 1 الى 5 عن طريق كلوب، يعني هذا كل سطر انطبع على حده. اوكي، يعني هذا اللوب اللي هنا، البلوك البرمجي 5 مرات تكرر، في كل مره طبع رقم، وهذا الرقم من دا ياخذه؟ دام هو اكس، فالاكس دا يتغير من 1 الى 5 5 مرات، فمره طبع الواحد، الاثنين، ثلاثه، اربعه، والخمسه. بينما الواي اللي جت بعد اللوب طبعت كفكتر، يعني كشلون نقول سطر واحد او مصفوفه واحده طباعه مباشره، ولهذا طلعت بسطر افقي. دائما كل عمليه طباعه تطبع بسطر واحد، فلكون هنا انطبعت طباعه تلقائيه فتنطبع كلها بسطر واحد افقيا. اقدر اطبعها بالديسبلاي ايضا، يعني اقول له ديسبلاي مثلا ديسبلاي واي، تطلع بلا عنوان واي. هسه اذا قلت له رن تنطبع، تلاحظون هاي الارقام من 1 الى 5. اذا نحولها عموديا لازم اخلي لها هذا اللي هو السنجل كوت، فهنا راح تنطبع، تلاحظون الارقام واحد. يعني شوفوا شباب، مثلا هنا تلاحظون انه تنطبع باللوب اكو فراغات بين الارقام، كانه هو الديسبلاي من يطبع سطر فارغ بعد سطر الطباعه الرئيسي، فتلاحظون 1 و2 و3 و4 و5 هنا انطبعت باللوب بيناتها اسطر، بينما من تطبع كمصفوفه واحده انطبعت بدون فواصل بين الارقام. اوكي، فتقدر تميز هنا انه هاي هي انطبعت مره واحده بالجمله، بينما هنا بالمصفوفه الاولى المصفوفه اكس انطبعت بالمفرد. اوكي، رقم رقم، ولهذا دائما اللوب عندنا بالبرمجه تكون ابطا، يعني بالتطبيقات الكبيره تكون يعني وقت البرنامج يستغرق يعني فترة أطول. يعني نقدر همين نسوي مثلا في الاختبار اكو إعاز تقدر تحسب بيه توقيت البرنامج،
يعني نقدر هذا مثلا نزيده للرقم، مثلا نسوي من واحد الى، يعني نقول فد رقم كبير مو خمسة، من واحد الى 50,000. اوكي، شلون تحسب توقيت البرنامج؟ بالبدايه كلش نخلي كلمه تيك، وبالنهايه نخلي كلمه توك. تيك وتوك هذا راح يطبع لي زمن تنفيذ، زمن تنفيذ البرنامج. اوكي، فهسه نشوف هاي من واحد الى 50,000 كلوب ايش قد تستغرق عندي بالطباعه. فاستغرقت تايم اللابس از 1.63 سكند، يعني ثانيه و16، ثانيه و16. اوكي، بينما هسه لو هاي احولها مو باللوب، يعني الغي عمليه اللوب، اشيل الفور واشيل الاند، وتحولت هسه الى مصفوفه عاديه فيكتورايزيشن. اوكي، فراح تنطبع المفروض مره واحده. نشوف والله ايش قد هسه اتذكر هسه 1.63. هنا طبعا اعتقد صارت اكثر لكون عمليه الـ يعني الطباعه تاخذ وقت، انه ايش ينطبع بالكولومز. اوكي، يعني هنا احنا نقدر مثلا اذا نسويها بالله كسطر طبعه كعمود، نشوف ايش يصير. لاحظوا شباب نص ثانيه. اوكي، فديش كانت ثانيه و16. هي ليش بالبدايه تاخر؟ تاخر باظهار البيانات. بس هسه نكررها مره ثانيه. هسه بالبدايه ايش راح اقول له؟ راح اقول له فور، وهنا اخلي له اند. هسه كلوب. اوكي، باللوب طبعا ما احتاج بعد هذا السنجل كود. اوكي، ننفذ البرنامج فراح ينطبع كعمود. قد استغرقنا بعد اكثر 1.92 من الثانيه. طبعا هذا الوقت يختلف كل تنفيذ، يعني بحدود الثانيتين. هسه اذا مره ثانيه ثانيه و18 تقريبا ثانيتين. بس بالفكتورايزيشن بس شنو راح احافظ على طباعته على شكل يعني عمود ايضا، فحتى يطلع عمود ايضا مثل ما انطبع باللوبس. بالفكتورايزيشن هسه بدون لوب اطبعه كعمود. هسه هذا قد 1.87 من الثانيه، بينما كفكتور مباشرة راح ينطبع بنص ثانية. اوكي، ولهذا دائما عندنا يعني عملية الفكتورايزيشن بهاي الصيغة هي تكون اسرع، اسرع من اللوبس. اوكي، طبعا هاي هنا يجوز ما تبين عندي هواية تفرق نص ثانية وثانيتين، بس عندنا من يعني بعدين من انتم تدخلون في مجال البرمجة والتطبيقات المتقدمة هاي تبين عندكم، يعني برنامج مثلا من يستغرق تنفيذه خلينا نقول ساعة او ساعتين، وين برنامج مثلا بعشر دقائق يتنفذ. يعني مجربيها يعني من خلال شغلنا في مجال البرمجه، فاكيد يعني بالعشر دقائق انت راح تختصر وقت كبير. فلهذا دائما احنا ما نلجا للوب باللوبس الا اذا اضطرينا الى ذلك. عندنا بعض التطبيقات مثلا يعني نقدر احنا نستعمل بها اللوب، مثلا طباعه جدول الضرب. اوكي، خليها مثلا كلير سي ال سي، نظف الشاشه، طباعه جدول الضرب، نشيل هذا التوقيت ايضا ما نحتاجه. جدول الضرب شنو هو؟ يعني هو الأرقام اللي هو خلينا نقول مثلا من واحد إلى عشرة تنطبع كمصفوفة، بحيث الناتج ايش راح يكون عندي؟ يكون عندي جدول ضرب. اوكي، اللي هو يعني تقاطع كل عمود ويا سطر ينطيني حاصل ضرب السطر والعمود. هذا شلون نسوي؟ هذا نستعمله عن طريق النستنج لوبس. نستنج لوبس يعني هذا خلينا نقول شو النستنج لوبس؟ قلنا لوب داخل لوب. اوكي، فشلون نحله؟ نقول فور، فور خلينا نقول اكس يساوي الرقم الاول من واحد اكيد الى عشرة، راح اضرب من واحد الى عشرة، والسطر الثاني العمود فور او الرقم الثاني فور واي يساوي لي ايضا من واحد الى عشرة، فراح اضرب الاكس والواي اسميه زد، زد يساوي لي اكس في واي. اوكي، وهنا طبعا راح يطبع لي العناصر. هنا اقدر حتى اخليها بسطر، بسطر واحد ممكن استعمل متغير يعني فد عداد، يعني راح اقول له هنا ان يساوي لي ان زائدا واحد، وانا راح اقول له زت للان، زت للان، فهنا راح يولد لي مجموعة العناصر اللي هي
حاصل ضرب مثلا السطر الأول، أوكي هسه نجي راح أقول له end، فهسه هنا أنا راح أقدر أقول له display z، أوكي بعدين أرجع أصفر ال n، n يساوي صفر مرة ثانية، فأجي أقول له end مرة ثانية. طبعا لازم أصفر ال n أيضا بالبداية، n يساوي صفر. إذا هسه سويت أني بهالعملية، سويت عرفت متغير صفرته راح أستعملها كعداد. أجي هنا أنا راح أخلي two loops، فاللوب الداخلي دائما يتغير أسرع من اللوب الخارجي، يعني هذا لكل قيمة من قيم الاكس الواي راح تتغير قيمته من 1 إلى 10. يعني أول شيء الاكس راح يأخذ القيمة رقم 1، يجي الواي اللوب الداخلي راح تتحرك قيمة الواي من 1 إلى 10، بس الاكس تبقى قيمتها 1، واضح؟ فيجي هنا راح يقول زد للواحد يساوي لي اكس اللي هو 1 في 1، 1 في 2، 1 في 3، 1 في 4، 1 في 5، وفي كل مرة راح يخسر، يعني زد 1 هو 1 في 1، زد 2 1 في 2، زد 3 1 في 3، وهكذا. هذول اذا تخزنوا مصفوفة اسمها زد ان، اجي راح اطبعها للهاي زد، اطبعها كلها كسطر واحد، اوكي. وبعدين من راح ينتقل هسه، من يقول لي عند راح ينتقل هسه يعبر قيمه اخرى للاكس، اوكي يعني الاكس راح تاخذ 2، لقيمه الاكس 2 ايضا الواي تتغير من 1 إلى 10، فيضرب 2 في 1، 2 في 2، 2 في 3، 2 في 4، 2 في 5، وهكذا وصولا الى 10. كون سطر ثاني، اجى طبع السطر الثاني، اجى مره اخرى بدل الاكس الى 3، والواي ايضا من 1 إلى 10، ويضرب 3 في 1، 3 في 2، 3 في 3، 3 في 4، وهكذا ويطبعها. وبالنتيجه اذا راح يعني يولد لي 10 سطور، كل سطر من عندها هي حاصل ضرب رقم في اللي بعد الرقم في اخر. فخلينا نشوف هسه من نجي نطبعها، نشوف ايش راح يصير عندي. راد لمسافة شوية هذا، من اجي هسه انفذ راح نشوف انه تكون عندي فشي راح يمثل لي جدول الضرب. يعني هسه هاي المصفوفة اللي تولدت هسه من اجي اقول 1 في 2 في 2، اجي مثلا اعتقد هاي مو جدول الضرب، مو تمام، يعني المفروض هنا أنا ايش راح تكون عندي الارقام، الارقام المفروض يعني عندي 6 هنا و6 هنا، اوكي والله شو نسوي هنا، نطبعها اللي اكس واي بدون عداد، وهذا العداد اللي يسوي لنا اشكالات. ديليت نشيل العداد اللي نحتاجه، نرقم نفسها بالاكس والواي، نستعملهم لغرض الترقيم، ونأجل الطباعة للنهاية لأن هي المصفوفة راح تنخزن كلها، وكل رقم موقعه هو حاصل ضرب والأرقام اللي تكونه. اوكي هسه الطباعة راح نأجلها بالنهاية، فنقول له display منو للزد، display الزد. نشوف هسه ايش راح يصير عندنا. هسه من اجي انفذ البرنامج، هسه تكون عندي جدول الضرب. تلاحظون هسه مثلا من اضرب 4 في 7 تقاطعهم هو 28، من اضرب 9 في 9 تقاطعهم 81، 10 في 10 100، 4 في 2 8، وهذا اذا هو يعتبر جدول الضرب. فشلون اذا هنا شو استعملنا؟ ما عرفنا متغير جديد، كل موقع رقم يعني زد مثلا 2 في 2 هو حاصل ضرب 2 في 2، اوكي زد خلينا نقول 3 في 9، يعني ممكن تكون الاكس 3 و9 هو حاصل ضرب 3 في 9. فتلاحظون هي لعبة برمجية بسيطة قدرت عن طريقها، يعني هنا اجلت الطباعة للنهاية، المصفوفة كلها تتكون كمصفوفة ثنائية البعد.
واضح، هي مصفوفه ثنائيه البعد، ورا ما اخلصها واخزنها كلها اجي اطبعها، لان انا قلنا طريقه التخزين الوقتي ضمن البرنامج يتم عن طريق وضع العنصر في مصفوفه. يعني هذا الزيت، يعني هسه هذه لو مثلا ما اخليه بمصفوفه ما راح يتكون عندي شيء. اوكي، هسه اذا اجي اطبع انفذ البرنامج وراح يتكون طبع عندي، يطبع فقط اخر رقم، لان يعني قلنا من يطلع الرقم من المصفوفه شو يتذكر؟ يتذكر فقط اخر رقم، فاخر رقم كان هو العشره بالاكس واخر رقم بالواي هو العشره، فيضرب بس العشره بالعشره يبقي لي 100. اوكي، فطبع بس ال 100، انا يعني كل الارقام البقيه فشلون اخزنها؟ انطيها مواقع. اوكي، يعني هسه هذا هو 10 في 10 موقعه. اوكي، اقدر اقول له 10 في 10، بس انا ما يفيدني اقول له فقط 10 و10، انا اريد 10 10 و1 1 و2 2 و3 و3 و1 7 او 8 6 الى اخره. فلذلك هذا الاندكس مالتي ال 10 ب 10 اخليه متغير. شلون يتغير؟ هو نفس الرقم، يعني موقع الرقم هو نفس قيمه، يعني حاصل ضرب الاعداد اللي تكونه. فنفس الاكس والواي انطيها كموقع، يعني مره الاكس والواي تشتغل موقع ومره تشتغل قيمه. اوكي، اقول له اكس واي، فموقع الاكس والواي هو حاصل ضربهم. اوكي، ان حاصل ضربهم راح يجلب موقعهم، فهسه من اطبعه يرجع يكون لي جدول الضرب اللي اني احتاج. يعني اوكي، هنا ليش من ما يكفي المجال ينزل هو هاي، لان ان شاء الله ما طباعيه. اوكي، هو ولد الجدول بس ما كفى مجال الشاشه، فدائما من ما يكفي احاول اكبر الشاشه واسوي ران مره ثانيه حتى تنطبع كلها كمصفوفه واحده، كمصفوفه واحده. هسه هاي المصفوفه اقدر اجري عليها عمليات اخرى، يعني مثلا هسه هاي المصفوفه اقدر العناصر خلينا نقول اللي داخلها او عناصر معينه بيها اصفرها، مثلا الارقام الزوجيه بها اصفرها. شلون اصفرها؟ اجي اتحرك عليها مره ثانيه، هسه هي انخزنت عندي. اوكي، انخزنت في البرنامج مصفوفه ثنائيه البعد بها 100 رقم. هذول ال 100 رقم حاصل ضرب يعني رقم بالاخر. فاجي هسه مثلا اريد هاي الارقام اجري عليها عمليات اخرى. شو اسوي من اجري عمليات؟ لازم اتحرك عليها مره ثانيه. فاذا راح اقول له افتح هسه عداد اخر بس مو بالضروره بنفس الارقام. او حتى اذا نفس الارقام ما تفرق عندي. فور، خليني نستعمل الاي، فور اي يساوي لي 1 الى العشرة، فور جي يساوي لي 1 الى العشرة. نجي هسه مثلا نسوي فد عملية معينة، مثلا نقول له اف ابسوليوت رقم معين، خلينا نقول اكس او زد اي جي على 2 يساوي زد اي جي او خلينا نقول هذا الانتجر، الانتجر ايش عندنا؟ راوند، الدالة راوند يساوي لي زد اي فارزة جي على 2. هذا السطر البرمجي شو يسوي لي؟ طلع لي الاعداد الزوجيه، لان الرقم هذا سطر ناقص بس خليه اسده. هذا ويا هذا، لا والله ما ابي سطر زايد. اوكي، هذا نفسه موجود. عاد ليش تطلع هاي العباره؟ ماكو داعي. اف راوند زت راوند يساوي زت اي جي على 2. فهنا الرقم من التقريب مالته يعني ورا ما قسمه على 2 يساوي نفس الرقم، معناه هذا الرقم زوجي. اوكي، يعني هسه من الرقم خلينا نقول رقم 10، رقم 10 رقم زوجي، قسمه على 2 5. من هنا هم يعني 10 على 2 5. اوكي، فهنا اللي يساوي التقريب مالته ويا قيمه الرقم، اذا هذا هو الرقم زوجي. اذا هذا الشرط من يشتغل معناه الرقم المعني هو رقم زوجي، رقم زوجي. بس اذا كان رقم فردي مثل رقم خلينا نقول 15، 15 على 2 7 ونص،
بس هنا 15,002 7.5 راح يخضع للدال راوند فيقربه للسبعه، فصار يسارا سبعه يمينا 7.5. اذا هذا الشرط ما راح يشتغل، فاذا الرقم فردي معناها، فهذا الشرط اذا من يشتغل معناها الرقم عندي زوجي. اوكي، فاذا هذا بالطريقه دا اطلع الاعداد الزوجيه. هذا ليش يطلع ايرور؟ دائما قلنا بالشروط خلي دبل مساوات، خلي مرتين اشاره يساوي حتى يشتغل عند الشرط. هسه اذا كان الرقم زوجي شو اسوي له؟ راح اصفره. فاذا زت اي جي يساوي لي صفر، صفرنا الرقم. اوكي، انت نسيت اول انت مال اف، بعدين نسيت ثاني انت مال اللوب البرة، ونسيت الاند الاخيره مال اللوب الخارجي كلش. اوكي، هسه نجي نطبع المصفوفه مره ثانيه نشوف ايش طلع، ايش طلعت او يعني ايش صار بيها تغيير. فالمفروض هسه كل رقم زوجي يتحول الى صفر. خلينا ننفذ ونشوف. هسه المصفوفه الاصليه خلينا نطبعها، خلينا نخلي في السطر فارغ حتى لا تندمج الطباعه القديمه ويا الجديده. خلينا سطر نطبع سطر فارغ display سطر فارغ، خلي كوتيشن، خلي مسافة كوتيشن، هذا يطبع لي سطر فارغ ما بين المصفوفتين حتى لا تنخبط المصفوفة الأصلية ويا المصفوفة المحورة. هسه نجي ننفذ. هنا أنا صار عندي نطبع بس الصفر، ليش؟ ها انا قال لي ديسبلاي صفر، ليش صفر؟ ديسبلاي زد، انا غلطت هنا، ديسبلاي زد ليش صفر؟ لا اقول شنو. هسه نجي ننفذ مره ثانيه. فنلاحظ هنا انا بالله خليني اشوف ايش صفر لي. صفر لي هنا الواحد بقى فردي، الاثنين زوجي صفره، الثلاثه فردي، الاربعه صفرها صح. فالسطر الاول صح اشتغل كل شيء، السطر الثاني العناصر مضروبه باثنين فكلها ارقام زوجيه فكلها صفر. اوكي، السطر الثالث بي زوجي وبي فردي، يعني اذا مثلا بالسطر الثالث اللي يبدي بالثلاثه اللي هو هذا، هذا السطر الثالث صفر لي الثلاثه والتسعه مثل ما تلاحظون، او بقى اليوم صفر بس الزوجي، يعني صفر العشره صفر موقعها، 16 وال20 وال24 وال8 ذول كلهم اعداد زوجيه كلهم صفرهم. فاذا ايش راح يبقي بالسطر الثالث؟ هذا قلنا فوق السطر الثالث عفوا، يبقي فقط الثلاثه والتسعه وال15 وال21 وال27 مضبوط. اي 3 9 15 21 27 اي مو كلهم مصفرهم، فبقى فقط الفرديات. فلاحظ اذا هاي المصفوفه الجديده ما بها اي رقم زوجي، كل الارقام الزوجيه حولها الى صفاره. اوكي، اذا بالعكس اقدر يعني الفردي، الفردي شلون اسوي عكس هاي العمليه؟ فهنا قلت له اذا يساوي يسوي العمليه، اذا لا يساوي، لا يساوي قلنا يعني فردي، راح اخلي هاي الشواء، ونقال الشواء معناها لما هذا ما يتساوي اذا الرقم فردي، فراح يصفر الفردي هالمره مو الزوجي. اوكي، فخليت هاي لا مساواه، هسه بالعكس راح يشتغل كل شيء فردي صفره ويبقي الزوجي. فتلاحظون هسه انا هسه المصفوفتين هاي الاصليه بها ما بها صفاره، والمصفوفه الاخرى كلها ارقام زوجيه وكل رقم فردي بها تم تصفيره، يعني هذا الواحد والثلاثه والخمسه والسبعه والتسعه تم تصفير كل الارقام الفرديه. اوكي، وبقى الزوجيه. فاذا هنا ولدنا يعني استعملنا النستنج لوبز مرتين، استعملناها مرتين، استعملناها مره لغرض توليد المصفوفه اللي مصفوفه جدول الضرب، وخزناها بالمصفوفه زد، وانطينا لكل عنصر من عناصره موقع عن طريق الاكس والواي. اوكي، فبعد ما تخزن عندي اقدر اجري عليه اي عمليه اريدها، يعني فاجريت هنا عمليه انه سويت نوع من الفرز عليه، ايضا باستعمال اللوبس، باستعمال اللوبس ايضا فتحت تو لوبس، تو نستنج لوبس، واحده ببطن اللوخ
وصفرت مرة الأعداد الزوجية ومرة صفرت الأعداد الفردية. واضح؟ أكو سؤال شباب يعني أو مداخلة حتى ممكن يعني بد نقطة جزء إحنا ما منتبهين عليها. ماكو شيء؟ زين، ننتقل إلى مثلا مسألة أخرى. خلنا نأخذ مسألة بها مثلا بها دوال مثلا رياضية. رايت ماتلاب program to evaluate the following function for x values taken from a two-dimensional array. أو matrix two-dimensional matrix of four rows. نصغرها three rows and four columns. Three rows and four columns. إذا عندنا دالة يريد تحسب ال يعني تسوي لها evaluation، دالة هي y وتطبق بها قيم x، فقيم x من تطبقها؟ تطبقها عن طريق يعني تاخذها من مصفوفة ثنائية البعد، يعني واردة قيم x على شكل مصفوفة ثنائية البعد. الدالة أي دالة هي مثلا؟ خلينا نقول مثلا دالة y يساوي لي مثلا، خلينا نقول نعتبرها في الدالة مثلا مثلثية ساين 2x زائدا لين لوغارتم الطبيعي 2x او x زائد 1. اوكي، وقيم x هي قد تكون مصفوفة ثنائية البعد، يريد ثلاث أسطر، يعني الأسطر تقدر تخليها أرقام، السطر الأول وأربع أعمدة، فمثلا 2 5 7 8 هذا السطر الأول، السطر الثاني مثلا 3 4 12 1. أوكي، نحاول نخليهم على شكل مصفوفة. شوي نقربه، وهذا ايضا نقربه، هذا السطر الثاني، السطر الثالث ايضا اي ارقام تقدر تخليه 9 24 مثلا 12 كررناها 14 و10. يعني هاي ارقام عشوائية هي حقيقة، بس مجرد لغرض اختبار هاي الدالة. فهاي الارقام طبعا واردة بشكل مصفوفة ثنائية البعد، بها ثلاث اسطر واربعة اعمدة مثل ما رأيت بالسؤال، فتاخذ قيم اكس منها يطبقها بهاي المصفوفة ويحل السؤال. اوكي، فنحل هذا السؤال عن طريق اللوبس. اوكي، يوز لوبس to solve or to program or to use loops in the program استعمل الحلقات التكرارية بالهذا. هنا جاء طبعا هذا مو برنامج، فأجي كله أخلي له هاي الإشارة الخضراء يعني ألغي التفعيل مالته، فيكون بعد ما له تأثير، مجرد هو نص إلي حتى أعرف السؤال شو يريد. نجي هسه نحل السؤال، راح نقول له كلير سي ال سي. نجي ندخل المصفوفة اول شيء ثنائية البعد، طبعا تقدر تاخذ نفس الارقام، يعني احنا نقدر ندخلها بنفس الصيغة، يعني نقول له اكس
اكس يساوي، بس لازم قوس مربع. ناخذ اول سطر كنترول سي كنترول في. طبعا اذا تنزل سطر شو تسوي؟ اول شيء خلي فارزه منقوطه حتى تنزل سطر، وخلي ثلاث نقاط وبعدين اضغط انتر. هذا راح يفهم البرنامج كسطر ثاني. كنترول سي كنترول في، وايضا خلي فارزه منقوطه وثلاثه نقاط، وننتقل للسطر الثالث. كنترول سي وكنترول في ونسد القوس. هسه بنسد، تلاحظون شلون ايش راح يبين عندي؟ راسا يبين لي انه بدايه السطر هو هذا السطر المربع، فبنقول له سطر مربع راسا يأشر عندي بالازرق على بدايه، فمعناه هذا القوس المربع اغلق القوس المربع اللي فوقه، فاذا هذول كلهم مصفوفه وحده. وخلي فارزه ايضا منقوطه. فتقدرون يعني طلاب المصفوفه ثنائيه البعد مو الا تدخلها بسطر واحد، دخلها كثلاثه اسطر مثل ما هي تظهر بالطباعه، بس على شرط انت تحافظ على ورود الفوارز المنقوطه. لازم تخلي فوارز منقوطه، بلا فوارز منقوطه ما يفهم البرنامج انه مصفوفه ثنائيه البعد. وتخلي النقاط الثلاثه، هاي النقاط الثلاثه هي الدلاله على تكمله السطر. اعتقد حتى بالنقاط يمكن تشتغل، يعني اذا سديناها والله اعتقد تشتغل حتى بالنقاط، يعني مصفوفة. اوكي، اذا قلت له display x، بس اذا انطبعت معناها البرنامج فهمها كمصفوفة ثنائية البعد. راح اقول له سيف، هو فهم هالبرنامج، نزلها العفو كمصفوفة ثنائية البعد. فتقدر تخلي نقاط، تقدر ما تخلي النقاط. طبعا دائما بالاسطر البرمجيه يعني مو يديتها، مثلا عندك سطر طويل تريد تكمله جوا تخلي ثلاث نقاط. اوكي، بس بالارقام مصفوفات ثنائيه البعد تقدر تخلي، تقدر ما تخلي. هسه اذا خلينا الارقام هم يعني برنامج يفهمها مصفوفه ثنائيه البعد. هسه بنجي اطبع واسوي رن، ايضا يعني انطبعت نفس الارقام، ما عندنا اشكال بها. اوكي، فبقيه تقدر تبقيها النقاط الثلاثه. نقاط شنو يعني؟ مدخل ثلاث نقاط، اذا تقول له البرنامج الشيء راح اكتبه جوا هو جزء من الفوق، يعني هذا هو جزء من السطر اللي فوقه مو سطر منفصل. اوكي، فاذا هو جزء من، يعني هذول كلهم ثلاث اسطر ينتمون الى مصفوفه واحده هي المصفوفه اكس. الشيء اللي قلنا هسه بالسؤال هاي قيم الاكس هو راح يجي يدخلها، حتى يدخلها طبعا انا يعني ما اقدر باللوبس، لازم اقراها رقم رقم. اوكي، رقم رقم، فلازم احتاج ما دام عندي اسطر واعمده و تو دايمنشن لوبس احتاج تو نستنج لوبس. فراح اقول له فور، ايضا راح الجا للاي، فور اي يساوي لي واحد الى واحد للاسطر، عندي ثلاث اسطر اذا للثلاثه، والعداد الاخر للاعمده او يعني اللوب الاخر حلقه التكرار الاخرى للاعمده. ففور جي، دائما الجي هو رمز العمود واي رمز السطر، من واحد الى الاربعه الى الاربعه. نجي هسه نطبق الدالة. فأول شيء نقرأ الرقم. أوكي، فحتى ليس الرقم طويل راح أعرف متغير آخر، راح أسميه مثلا أو هاي أسميها إكس إكس دبل إكس، والمصفوفة اللي راح أطبقها بالسؤال أسميها المصفوفة يعني إكس. راح أقول له إكس شو يساوي لي؟ يساوي لي إكس إكس يا عنصر الدي، يقرأ هو العنصر أي جي اللي مرة راح يكون اثنين، مرة الخمسة، مرة السبعة، كل مرة يعني البرنامج راح ياخذ عنصر من عناصر المصفوفة، وايضا النتائج ايضا تطبع ايضا كشكل مصفوفة ثنائية البعد. اوكي، فحتى تطبع نفسها تقدر شو تسوي؟ هسه بالواي خلينا نحسبها اول شيء. فالواي شو يساوي لي؟ الواي الدالة هي ساين اثنين اكس. اوكي، اذا ما قال لك ديجري او راديانز اعتبرها راديان كلها، فبس اكتب ساين اثنين، ما انسى الفي في اكس، زائدا ان اللين هو لوج، فلوج اكس زائدا واحد. اوكي، هسه حتى هاي الواي ايضا كل عنصر ينزل بمكانه، شو اقول له؟ راح اقول له واي اي جي، واي اي جي
فبالتالي الواي اللي تنحسب موقعها راح يكون موقع اكس اي جي المناظر لها، مناظر لها. طبعا انت كان تقدر تكتب اكس اي مباشره اكس اي جي او اكس اكس، بس راح يصير حتى ليس طويل عرفنا متغير اخر يعني هذا الاكس دبل اكس اوكي، يعني حتى ليس الاتباع ستكون تقدر بقيها بس اكس اوكي، وشيل هاي العباره خاف تسوي عندكم التباس. وراح نكتبها هنا اكتبها نيم في اكس اي جي، وهذا ايضا اكس اي جي حتى تفهم انه هذا الواي اي جي يحسب لكل اكس اي جي اوكي. هذا يقول لك هنا يعني واي يقول لك variable y appears to change size on every loop iteration within a script. Consider pre-locating for speed. يقول لك هاي إجراء بطيء من الناحية البرمجية. فتم pre-locating اللي مذكورة هنا بهذا نهاية هذا السطر يقصد بيه أنه أنت إذا تشتغل على مصفوفة عرفها بالبداية، يعني اعتبرها مثلا مصفوفة هاي الأرقام احجز مكاناتها. شلون احجز مكاناتها؟ أعرف مصفوفة مثلا مصفوفة ones بيها ثلاث اسطر واربع اعمده، وبعدين اقول هاي الاكس هو الونز في يعني هسه انا من ايش راح اقول له؟ راح اقول له مثلا متغير افتراضي او هي نفسها هاي الاكس، راح اقول له ونز 3 4 في هاي الارقام 3 4، هذا اللي يقصد بيه. فهسا صار عندي اعتقد راحت عندي ال هاي الاكس، الواي ايضا لازم احجزها. الواي بالبداية ما اعرف قيمتها فاحجزها، هو راح البرنامج يغير قيمتها. يعني الواي راح اقول له ام ونز 3 4، شوف هسه من اكتب له راح يلغي هنا هاي الاشاره الحمراء تلغي عندي، فلغت اوكي. لانه شنو انحجز؟ يعني انا حجزت بالبدايه دا اقول للبرنامج احجز لي مصفوفه كلها بها واحدات مبدئيا بها 3 اسطر و4 اعمده، فالبرنامج حجزها بالذاكره. فهذا الاجراء هم يعتبرون انه ما راح ياخر البرنامج. ونفس الشيء مصفوفه الاكس اعتبرتها مصفوفة ونز في هاي الارقام، فهي نفس الشيء نفس، يعني انت من تضرب رقم بواحد راح يبقى نفس الرقم اوكي. خليه دوت حتى الضرب يصير عنصر في عنصر اوكي. نجي هسه ننفذ البرنامج، بس مجرد ننهي انت وننهي هذا اللوب ايضا انت، ونجي نقول لها هسه يعني بالبدايه نطبع المصفوفه اكس ديسبلاي اكس، ونطبع سطر فارغ ديسبلاي سطر فارغ، طبعا ما يحتاج الفائزه المنقوطه، وديسبلاي الواي. نجي هسه ننفذ البرنامج، راح يطبع لي اذا المصفوفه اكس بالبدايه هنا حتى تبقى كمصفوفة واحد جو الاخ. فنجي هسه نطبع ننفذ البرنامج، فنفذ لي البرنامج. تلاحظون طلاب انه يعني هاي الاثنين من راح يطبقها بهاي الدالة ساين اثنين زائدا ساين اثنين في اثنين ساين اربعة زائدا لن يعني اثنين زائد واحد يعني للثلاثة، فالمفروض يطلع هذا الرقم 0.3418. الخمسة نفس الشيء لما نطبقها بالدالة تنطيني هذا الرقم الثاني، السبعة تنطيني هذا الرقم الثالث، الثمانية تنطيني الرقم الرابع. فنلاحظ انه هاي بالبداية مصفوفة العناصر واي وهاي مصفوفة العناصر اكس، فذول ال 12 عنصر كل واحد منهم طبقته بالدالة راح ينطيني قيم اكس المناظرة. يعني العشرة كاكس من داخلها الواي مالتها اللي تقابلها هي 3.3108 مثلا. ال 24 شنو القيمه اللي تناظرها؟ الموقع ال 24 وين صايره؟ السطر الثالث
العمود الثاني، فقيمة واي المحسوبة من عنده أيضا تقع على السطر الثالث العمود الثاني. إذا 2 و 45 0 6. أوكي، ليش صارت هيك العملية؟ لأنه أنا من كتبت المعادلة إيش كتبت؟ كتبت له مو مجرد واي كفانكشن للإكس، وإنما واي أي جي محسوبة من الإكس أي جي. فإذا الإكس من يكون 1 1، الواي هم قيمته يعني موقعه 1 1 بالسطر الأول عمود الأول، الواي المحسوبة من عنده هم راح تكون بالسطر الأول عمود الأول، يعني واي 1 1. أوكي، من تكون الإكس العنصر الأخير اللي هو السطر الثالث عمود الرابع يعني 3 4 قيمتها 10 قيمة الإكس هنا، أيضا الواي راح تكون بالسطر الثالث العمود الرابع اللي يعني تحسبها تطلع بالدالة يطبع 10 10 الإكس، فالواي اللي تتناظرها شنية هي 3.3108. أوكي، فإذا النتيجة إنه هاي قيم إكس وهاي قيم واي اللي تناظرها اثنيناتهم يعني تعاملنا وياهم كمصفوفتين ثنائيتي البعد. هاي طلاب يعني بعض التطبيقات اللي حاولنا بها نفهم يعني إداء الحلقات التكرارية وكيفية استعمالها بالمصفوفات ثنائية البعد. بهذا ننهي محاضرتنا طلاب لهذا اليوم، وإن شاء الله نلتقي بمحاضرة مقبلة. شكرا لإصغائكم.